مرحبا فوزي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا انت خليل؟ عن جد رعبتني. ليش كل هالقد شايفه شكلي برعايه؟ يعني ما راح تبطل هالحركات؟ نقزتني. كيف المحروس؟ بيبوس ايدك. لك ايه نيالو يا عمي، لفني يقلق يقلق. ليش بقى طول الوقت ماشي جنبك؟ شو بده احسن من هيك؟ ايه بسيطه، تحب اسحبك بداله؟ لك على الرغم انه مسحي غليظ بس بحبك. كذاب. لا يا فوزيه، ليش عم تقولي عني كذاب؟ لانك لو بتحبني عن جد ما كنت غطيت خمس ايام ما ورجيتني خلقتك فيهم. شو نسيان اني خطيبتك؟ ليش هالشغله بتنتسى؟ لكن ليش ما عم تجي لعنا؟ حدا مزعلك من اهلي شي؟ لا والله يا فوزية، أهلك ما في منهم، وبصراحة اليوم جايين نسهر عندكم أنا وبي. دخيلك أنت وهالسهرة، يعني ضروري تسحب أبوك معك؟ يعني ما بدك بي يجي لعندكم؟ لا مو هذا قصدي، ولو أهلا وسهلا فيك وفيه، بس إذا أبوك إجا لعنا رح يعلق مع أبي بحديث إله أول وما له آخر، ونحن بقى منضل ساكتين كل السهرة. لا اطمني، بهالسهرة بالذات ما في أحاديث جانبية نهائية. وشو عرفك؟ لأنه بهالسهرة جاي نحكي بموضوع واحد ما في غيره. أنه موضوع؟ لك لا يا فوزية، موضوعنا أنا وأنتي. اليوم بدنا نحكي مع بيك مشان نحدد موعد العرس، فشو رأيك بقى؟ عن جد خليل؟ لك طبعا عن جد، لك هي مواضيع بنمزح فيها. تعال شو قلت يا ابو فواز؟ الاولاد صلوا مخطوبين 4 اشهر، بقى لايمتى بده يضلوا مخطوبين؟ لازم نمشيهم بقى. لوين بدنا نمشيهم؟ يعني بالعربي الفصيح لازم نفرح فيهم، وبتعرف عنا بالضيعه، يعني ما بصير تطول الخطبه، لانه اذا طولت بصير فيها مشاكل وبصير فيها نقار وقال وقيل. والله صحيح، معك حق يا ابو خلال. ومثل ما بتعرف يا ابو فواز، يعني أمورنا كلها صارت جاهزة، هي جهزنا لخليل غرفتين بالعلية، واشترينا له البسط والحصر، ونجدنا له المخدات واللحف، يعني صرنا مساوي له 30 مخدة.